اهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نتابع معكم هذه الحلقه من استديو التاسع. نتحدث في الجزء الثاني والاخير حول اخر تطورات المشهد التونسي، ويسرنا ان يكون معنا من تونس القيادي بحركه النهضه والوزير السابق دكتور محمد بن سالم. معالي الوزير، اهلا ومرحبا بكم معنا، سعداء دائما بوجودك في استديو التاسعة. اهلا وسهلا بكم بمشاهدي قناة التاسعة، حياكم الله. معالي الوزير، بتقديركم ما هو العنوان في تونس اليوم؟ والله العنوان هو للأسف الضبابية الكاملة على كل المستويات تقريبا. رئيس الدولة أعلن إجراءات مخالفة للدستور، وهي في الحقيقة انقلاب مهما تعددت التوصيفات، تجاوز للدستور أو ما إلى ذلك، فهذا كله هو في الحقيقة انقلاب، باش نسمي الأشياء بمسمياتها. ثم أعطى لنفسه شهر كامل، انتهى الشهر، على أساس في هذا الشهر باش ياخذ إجراءات وياخذ قرارات ويسمي الحكومة ويسمي رئيس حكومة. كل هذا لم يحصل. كل الناس الآن الطالب بخريطة الطريق باش يعرفوا شنو ينتظر في البلاد، شنية الإجراءات اللي يعتزم القيام بها. فهو قال لهم الخرائط موجودة في كتب الجغرافيا ليس إلا. بس دكتور محمد، بتقديركم الآن الرئيس قيس سعيد، وأظن رئيس الدولة أصلا مش عارف كيفاش يخرج ما هي الأزمة هذه، هو اللي رد وأنه لا رجوع إلى الوراء. أنا نعتبر الرجوع للوراء هو الرجوع للديكتاتورية مع الوزير، ولكن الرجوع للحق فضيلة، الرجوع للديمقراطية وللحريات اللي الآن مهددة تهديد واضح وجلي، والآن هناك العشرات ممنوعين من السفر، وهناك القرارات ما هي الشخصية، في حين أنه إذا هي مقاومة فساد فيجب أن الإجراءات تمس اللي عندهم ملفات فساد. أما أن نقول كل رجال الأعمال ما يخرج منهم حد من تونس، حتى بعض مديري شركات صغيرة غير معروفة فقط في بطاقة التعريف يحط مدير شركة وإلا صاحب شركة، فيمنع من الخروج من المطار. يعني هناك حضرتك ممنوع من السفر معالي الوزير؟ حضرتك ممنوع من السفر؟ لا، أنا ما المشكلة المشكلة أنه ما فيش قائمة، أنا مش عارف، يعني الناس ما تعرف أنها ممنوعة من السفر إلا ما عندما تروح للمطار، وعند ذلك هما يستشيروا بالهاتف ويقولوا له لا المعذرة بكل لطف، إحنا المرة هذه ما تقدرش تسافر، إحنا استشرنا. يقول له أعطونا ورقة، لأنه قرار المنع من السفر يقدر واحد يروح للمحكمة الإدارية حتى يلغيه، فهما ما يعطوش أي ورقة، يقولوا لا فقط تعليمات شفوية، وبالتالي ما يعطيوش للممنوع حتى وثيقة تدل أو يستظهر بها إذا عنده شغل مع شركة في الخارج أو. بس هون من يتحمل خسارة الرجل؟ منع من يتحمل خسارة سعر التذكرة، تذكرة السفر؟ لا، هي لا، خليني لو سعر التذكرة مش مشكلة، أما إذا لا طبعا هنا عنده مواعيد. لا لا، هي مزحة مع الوزير. خليني يعني أسألك سؤالا جديا، الخسارة تكون أكبر بكثير. صحيح، خليني أسألك سؤالا جديا مع الوزير. أنا فقط يعني ربما من باب التهكم على هذه الردة في الحريات التي حصلت عندكم في تونس، وأمر مؤسف على كل حال. خلينا أسألك سؤالا جديا، أشرت إلى أن الرئيس لا يدري إلى أين يسير بالبلاد، هل بالفعل هو كذلك أم أنه يسير وفق خطة معلومة وتصور هو يؤمن به حتى قبل أن يفوز بالرئاسة؟ على كل حال، على مستوى النظام السياسي هو طبعا أبدى قناعاته في هذا المجال، وهي الحقيقة مناقضة تمام التناقض مع ما هو معلوم من ديمقراطية في العالم. الديمقراطية في العالم فيها أنواع، فمن النظام الرئاسي ولكن ديمقراطي، فمن النظام البرلماني ولكن ديمقراطي، فمن نظام نصف رئاسي نصف برلماني مثل اللي كان عندنا وهو كذلك ديمقراطي. أم أن نحكي على ديمقراطية قاعدية
من مثل اللجان الشعبية اللي جربتها ليبيا وفرضت على الشعب الليبي بالحديد والنار، فهذا مش ممكن يكون ديمقراطية. وعلى كل حال من حق الرئيس باش يقتنع بما يريد، ولكن من حق التوانسة أنه السيد الرئيس يعرض قناعاته على الناس ويفتح للإعلام أن نناقش كل القوى السياسية تناقش هذا الأمر، وإذا لزم يصير استفتاء أو يصير يعني معناها أخذ رأي الناس بشكل من الأشكال، ما يكون إلا باستفتاء مثلا، وعند ذلك يكون أمر ديمقراطي. أم أنه لحد الآن لم يطرح ما وقع طرحه كان في الحملة الانتخابية وحتى قبل الحملة الانتخابية، في الحملة الانتخابية ما ركزش على اللجان الشعبية وما إلى ذلك، ولكن الآن للأسف اللي موجود في وسائل الإعلام المطبلة الآن للإجراءات الجديدة للأسف تحكي على شيطنة الأحزاب، أنه الأحزاب ما عملت شيء للبلاد، أنه الأحزاب هي مسؤولة على كل معناها المصائب اللي موجودة في البلد، فهذايا هو الإشكال الحقيقي. طيب اليوم معالي الوزير، هل هناك تواصل بينكم وبين الرئيس السعيد؟ هل حصل تواصل؟ هل هناك قناة حوار مفتوحة ولو تحت الطاولة؟ للأسف الشديد ما فيش أي قناة. السيد الرئيس يعني للأسف ما يستشير أي جهة، حتى الأحزاب اللي أيدت معناها الإجراءات الاستثنائية والانقلاب في الحقيقة هي طلبت بعضهم طلب المقابلة ولم يستجب له، يعني لا شخصيات وطنية ولا أحزاب وطنية ولا معناها جمعيات المجتمع المدني، قدرت حتى اتحاد الشغل اللي كان تواصل تقريب رسمي ومستمر مع رئيس الجمهورية من مدة الآن ما فيش حتى مقابلة، والظاهر أنه الرئيس عمل تصريح قال لا أنا مش مطالب باش نشوف أي حزب ولا نتشاور. إذن هذه هي الضبابية، لأنه عندما يقابل الناس باش يوضح ماذا يريد، وعند ذلك يقوم نقاش حول طلبات الرئيس، معقولة مش معقولة كذا، فهو ما قابل حد وما استشار حد ومعلمش شنو يعمل. احنا الآن في الأسبوع الخامس، قريب ندخل الأسبوع السادس، يعني معناها أكثر من شهر وما فيش رئيس حكومة، مقر رئاسة الحكومة مغلوق بالدبابات، يعني أي مصلحة ورئاسة الحكومة طبعا عندها تأثير على بقية الوزارات، فالآن للأسف كل مصالح الناس تقريبا معطلة، ولكن ما فيش اكتراث لهذا الأمر. ومش عارف كان سمعته بالتقرير الألماني اللي يقول أن السياسة هذه باش تودي بتونس إلى ما هو حاصل في لبنان الآن، يعني انهيار كامل لكل شيء في لبنان، حتى الخبز فيه إشكال، الدواء فيه إشكال. فطبعا لا قدر الله لو يحصل هذا في تونس ولو وصلنا على هذه الطريقة، فما خشية حقيقية أنه يحصل لنا ما هو حاصل في لكن لبنان. أنتم في النهضة مع الوزير اليوم لستم محللين سياسيين، أنتم حزب فاعل وشريك في الحكومة، ماذا ستفعلون؟ هل ستكتفون بما أعلنتموه عن تحملكم جزءا من المسؤولية كمشاركين في الحكم لما آلت إليه الأوضاع في البلاد؟ للأسف الضبابية الموجودة في الرئاسة موجودة كذلك في قيادة حركة النهضة، الكلام هذا قلناه وتحملنا مسؤوليته، قلنا القيادة الحالية اللي وصلت البلاد ووصلت الحركة لهذا المأزق الكبير عنا فيه مسؤولية اعترفنا به، ولكن المفروض الآن نشوف حلول كيفاش نخرج من هذه الورطة. فالإمكانية الوحيدة هو الناس اللي وصلونا لهذا الأمر يوخروا خطوة للوراء. متى ستعقدون مؤتمركم القادم لحسم هذا الغموض وهذه الضبابية؟ احنا المشكلة مشاكل البلاد ما تقدرش تنتظر حتى مؤتمرنا اللي المفروض يكون قبل نهاية السنة،
ولكن السيد رئيس الحركة أصر أو صرح في بعض الجلسات أنه مش ممكن نروح المؤتمر وإحنا مختلفين. فالمؤتمرات في العالم أجمع مجعولة باش تفض الاختلافات. فإذا نقولوا إحنا مختلفين وما نمشيش المؤتمر، مالا كيف خلافاتنا نفضها إذا ما نمشيش المؤتمر؟ فهذه إشكالية كبيرة الحقيقة، والقيادة الحالية غير قادرة باش تبني جسور لا مع الأحزاب باش تدافع على الديمقراطية وتناضل ضد الاستبداد إذا فما استبداد مش يكون جاثم على بلادنا، ولا هي قادرة تبني جسور مع الرئاسة لأنها أساءت لمؤسسة الرئاسة وللرئيس في أكثر من مناسبة. بالتالي هل تطالبون رئيس الحركة بالاستقالة مع الوزير؟ هل تطالبون رئيس الحركة شيخ راشد الغنوشي بالاستقالة من رئاسة الحركة؟ والله إحنا طلبناها بأقل من ذلك بكثير، تلطفا به، ما قلنا لهش يستقيل، قلنا له فقط يوخر خطوة للوراء ويفوض صلاحياته، هو صاحب الصلاحيات، والصلاحيات هذه ما تنزع منه إلا في المؤتمر، فما حبيناش الرجل يخرج من الباب الصغير، قلنا الرجل يفوض صلاحياته يبقى هو رئيس الحركة، ولكن خلي الناس اللي عندهم وهم موجودون، الناس اللي عندهم معناها مقبولية في المجتمع السياسي وربما حتى مقبولية قد الرئاسة معناها تلين عندما تلقى وجوه عندها مقبولية عموما، باش نفتح جسور مع الرئاسة إن استطعنا، وإذا الرئاسة رفضت ومشات في مشروعها هذا اللي يعلنوا عليه بشكل غير رسمي، في الحالة هذه على الأقل يكون عندنا جسور مع بقية المجتمع السياسي باش نناضل مع بعض. ما نقدرش إحنا نناضل عوض معناها الشعب التونسي، إحنا يلزم نكون ضمن الناس اللي تدافع على الديمقراطية في البلاد. إحنا دافعنا على الديمقراطية والحريات ضد نظام بن علي، ودفعنا فاتورة ثمينة وغالية جدا من دماء إخواننا ومن عشرات الألوف في السجون والألوف في المهاجر. الآن طبعا ما زلنا مستعدين باش نضحي من أجل الديمقراطية ومن أجل الحريات، ولكن ما يلزمش نكون وحدنا في المعركة هذه، وباش ما نكونش وحدنا يلزم القيادة اللي تعالت على الأحزاب الأخرى توخر خطوة للوراء. مش طالبين منهم أكثر. هل أنتم أقلية تحملون هذا الرأي داخل النهضة اليوم؟ يعني حتى الآن الأخبار عن تجميد عضوية القيادة في النهضة عماد الحمامي. نعم، هذه خطوة أخرى للأسف للتخويف، لأنه إحنا يا أستاذ عنا مؤسسات، عنا لجنة نظام وعنا قانون، وسلم العقوبات يبدأ من لفت نظر ومن بعد يتدرج إذا الشخص تمادى فيما هو عليه من خروج، إن كان هناك خروج على سياسات الحركة. للأسف الرجل لم يسمع له، لم يقع استدعاءه وقرار من رئيس الحركة اللي المفروض القرار هذا غير قانوني، لأنه رئيس الحركة المفروض يعدي الشخص هذا يقدمه إلى لجنة النظام، ولجنة النظام تسمعه، ولجنة النظام كذلك حتى يتجمد المفروض يكون لمدة شهر حتى لا يتصل بالناس وما إلى ذلك. أما التجميد هكذا على طريقة ما صار في تونس إلى أجل واضح مع الوزير، من هو الطرف الأقرب لكم في تونس قانون. الآن أي طرف هو الأقرب لكم؟ ربما أختم معك هنا، في تونس ربما لتتعاونوا من أجل الخروج من هذه الأزمة السياسية أو فتح باب حوار مع الرئيس، هل من طرف فاعل قريب للنهضة هو الأقرب؟ يا سيدي احنا ما نبحثش على هو الأكبر أقرب، سمحني، احنا كان عندنا نضال مشترك مع مجموعة من الأحزاب بما يعرف 18 اكتوبر، يعني التقاوا وعملوا إضراب جوع وكانوا قريبين منا وناضلنا مع بعض ضد الاستبداد في نظام حكم بن علي، وهذوما ناس على كل حال ما زالوا موالين للثورة، موالين للديمقراطية، وعلى كلهم أعطاوا تصريحات يوصفوا ما حصل على أنه انقلاب، ورغم اللي فيهم أحزاب يسارية وأحزاب اشتراكية، ولكن رغم ذلك موقفهم كان مشرف، ورغم اللي هما كانوا معارضين ولا زالوا معارضين للنهضة من زمان،
ولكن موقفهم مشرف تجاه ما حصل في تونس. فهذوما طبيعي تمام مع الوزير. وصلت تماما. إذا عندك طلب واحد الآن للرئيس على الهواء، للرئيس قيس سعيد، طلب واحد، ماذا تقول له الآن على الهواء مباشرة؟ أنا اللي نقوله للأستاذ قيس سعيد أن يسمع الآخرين شوي، لأنه هو يسمع إلا من المقربين أو من العائلة، وهو للأسف اللي حاصل عنا في الحركة كذا. شكرا. فأنا أقول للسيد قيس سعيد، كل الأزمات في العالم السياسي تحل بالحوار، والعجلة اكتشفت من قرون طويلة، بالتالي ما نجيوش الآن نقولوا الأزمة هذه احنا ما نعملهاش بالحوار، كما واحد يقول السيارات نعملها بعجلات مثلثة أو مربعة، يعني في العالم وثم في تونس احنا عندنا. وصلت مع الوزير. تعدينا بأزمات وخرجنا منها بالحوار. شكرا. واللي قاموا بالحوار هذا خذوا جائزة نوبل للسلام، فالمفروض اللي يربح من باب شكراً. يواصل فيه. الوزير السابق القيادي في حركة النهضة دكتور محمد بن سالم، شرفتنا كالعادة في استديو التاسعة، والحديث تتم معك إن شاء الله. شكرا جزيلا لوجودك معنا، أهلا ومرحبا بك دائما. بهذا نأتي مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من استديو التاسعة، نستودعكم الله.